خير مرات، صباح خير لينا وصباح خير لكل المتابعين. فعلا شبكات التواصل الاجتماعي غدت ساحة حرب، أدواتها لم تكن هي المدافع والقنابل والرصاص، وإنما هي الكلمات والأخبار المضللة التي كانت تحاول أن تحرف النقاش عن جدته، كانت تحاول أن تساوي بين الجلاد والضحية، بين غاصب الأرض وصاحب الأرض، لكن تصدى لها جموع السوشياليون، الناس التي تغرد بما لهم اسم. نعم بكل مستطاعات فقد انبرى رواد شبكة التواصل الاجتماعي للدفاع عن القضية الفلسطينية والدفاع عن حق الفلسطينيين في أرضهم وفي إقامة دولتهم، وكذلك أرسلوا إلى الغربيين الكثير من الوسوم، الكثير من الهاشتاغات حتى يؤسسوا لنقاش حقيقي تواصلت للعالمية فعلا.